بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالة الأممية المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. في الملف الصحراوي عرب برلمانيون من مختلف المجموعات السياسية لمنطقة كاستيليا وليون وذلك قبل التوجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في زيارة تدوم 5 أيام يلتقون خلالها مع الشرطة. وشرح هؤلاء البرلمانيون لوسائل الإعلام الإسبانية أثناء الأهداف المنتظرة من زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بأن الشعب الصحراوي يشهد بوقت أقصى في زمن الإعمار من قبل إسبانيا التي تعتبر تاريخيا مسؤولة عن الشأن السوري. وعلى صعيد دبلوماسي أعلنت روسيا وتركيا وإيران أن العاصمة الكازاخية أستانا ستحتضن في شهر مايو المقبل قرية مرتكبي اعمال العنف في الوطن الشرقيه ودمشق، مؤكدا ان القرار رقم 2401 ينطبق على جميع انحاء سوريا. قال مندوب في سوريا لدى الامم المتحده بشار جعفري ان الحكومه السوريه هي الحرص على حياه المواطنين، واستمرت الاتفاق بكافه الاجراءات لضمان امنهم وسلامتهم، مشيرا الى خروج اكثر من 40,000 مواطن من الوطن الشرقيه الف مشرد. في هذا السياق غادر 200 مدنيين محتجزين من قبل المجموعات المسلحة داخل الغرفة الشرقية أمس، وذلك عبر ممر